بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركته دائما وأبدا نستعين. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم دائما وأبدا بكل خير، بالمحبة نلتقي وعلى البركة دائما نتواصل، وبالله سبحانه وتعالى دائما نتوكل وننطلق في هذا الشوط الجميل، في هذا الشوط الحساس، في هذا الشوط الذي يحمل في طياته لمعان الذهب، يحمل في طياته بريق هذه الأسماء، يحمل في طياته نجوم هذه الشعارات المتلألئة داخل أرضية هذا الميدان. 8 كيلومترات، أول أيام الكبار، أول أيام الذهب في هذا الميدان من هذه الدورة بالتحديد، والانطلاق الكبير، انطلق شوط الشداد الذهبي الخاص للقعدان الثنايا لأصحاب السمو والشيوخ، أسماء قوية توافدت وانطلقت من نقطة البداية، البداية مع المركز الأول، من يحمل الرقم 1، من يسيطر مع المركز الأول يتجه مباشرة إلى مقدمة الشوط. أول الأسماء الرنانة الشامي مع المركز الأول، الشامي مشاهدينا الكرام بشعار هجن الرئاسة يحتل المركز الأول، يتواجد المضمر راشد بالسم المنصوري في عملية التضمير والمتابعة والمراقبة. المركز الثاني مكلف مع المركز الثاني، ينطلق أيضا مشاهدينا الكرام مع ثاني المراكز بشعار هجن الرئاسة مشاهدينا الأعزاء، علي بن جميل الوهيبي المتابع في عملية التضمير. المركز الثالث في هذه اللحظات ينطلق الذيب، يتواجد الذيب مع المركز الثالث لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلى وعلي بن سعيد الخاطري، هو من يتواجد في عملية التضمير ويراقب الذيب. المركز الرابع في هذه اللحظات يتواجد مشاهدينا الكرام الفارس، من ينضم إلى هذه المعركة، من يتدخل في هذه اللحظات بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني سالم بن جابر بن فاران المري في عملية التضمير. الطويق مع المركز الخامس مشاهدين الكرام بجباله الشامخة باسمه الكبير مع المركز الخامس لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود عبد الرحمن بن سلمان العتيبي في عملية التضمير. هذه هي الخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى المنطلقة والمعلنة عن التواجد الأول مشاهدين الكرام، والعودة إلى الأول، العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول، العودة إلى اللون الأحمر مع المركز الأول مشاهدين الكرام. الشامي مع المركز الأول وعن الناموس يحامي مع مقدمة الشوط بهذا الشعار الجميل الخاص لهجن الرئاسة مشاهدين الكرام. الظافر يتواجد في عملية التضمير، أم هنا يتواجد أيضا المستحيل راشد بالسم المنصور. الله يا أبو ذياب، الله يا أبو ذياب، يعرف الذهب جيدا، يعرف الذهب جيدا، ودائما وأبدا ما يتواجد في سن الكبار. المركز الثاني يتواجد مشاهدين الكرام ثانيا مكلف مع المركز الثاني، المكلف بهذه المهمة، بهذه المهمة التي اعتاد عليها هذا الشعار، واعتاد على النواميس، واعتاد على الذهب، مكلف مع المركز الثاني بشعار هجن الرئاسة مشاهدين الأعزاء علي بن جميل الوهيبي. هنا يظهر هذا الظافر في هذه اللحظات مع المركز الثاني ويتواجد
يتواجد مع مكلف المركز الثالث مشاهدين الكرام. الذيب مع المركز الثالث، الذيب مشاهدين الكرام ينطلق في وسط الذيابة، في وسط الذيابة يتواجد الذيب بشعار سمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلة علي بن سعيد الخاطري، هو من يتابع وخاطره بالذهب، خاطره بالذهب لا شك بذلك. المركز الرابع مشاهدين الكرام يتواجد طويق مع المركز الرابع لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، يتواجد مشاهدين الكرام في هذا الانطلاق طويق مع المركز الرابع عبد الرحمن بن سلمان العتيبي. الله يا أبو نايف بدا يسرد ذكريات على صفحات التاريخ. المركز الخامس يتواجد الفارس، من ينطلق خامسا في هذه اللحظات بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وسالم بن جابر بن فاران المري، هو المتابع في عملية التضمير والمتابعة والعناية أيضا والاهتمام بهذا الفارس. إذا مشاهدين الكرام ها هي الخمس المراكز الأولى المنطلقة الباحثة عن تاريخ مشرف، الباحثة عن إنجاز مجيد، الباحثة عن انتصار يليق بسمعة هذه الشعارات. أعود مباشرة إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول مشاهدين الكرام، أتابع المقدمة، أتابع الرقص مع الكبار، مع الكبار، وأتابع الشامي مع المركز الأول، ما زال يحامي، ما زال يحامي عن الذهب الشامي مشاهدين الكرام بإنجازاته القوية، بصولاته وجولاته، بلونه الحمر، بلونه الخطر، ينطلق مشاهدين الكرام بشعار هجن الرئاسة ويتواجد راشد بسم المنصور. يا الله الله يا هذا المستحيل الذي لا يعرف المستحيل مع هذا الشعار. المركز الثاني مكلف، مكلف مشاهدين الكرام انطلق، انطلق في هذه اللحظات مكلف ويفتح الملف الجديد لينطلق في هذا الشوط الذهب، شوط الذهب، شوط الشداد. مكلف مع المركز الثاني مشاهدين الكرام بشعار هجن الرئاسة ويتواجد بالجمال والدلال، يتواجد هذا الظافر علي بن جميل الوهيبي في عملية التضمير والمتابعة والانطلاق. المركز الثالث طويق، طويق مع المركز الثالث مشاهدينا الكرام، طويق الشامخ، طويق متابعين الكرام بالشعار الأخضر والأبيض الذي يحمي الآمال وتطلعات أبناء المملكة العربية السعودية بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. أبو نايف يتواجد عبد الرحمن بن سلمان العتيبي المركز الرابع في هذه اللحظات. انضم الفارس مع المركز الرابع، تواجد الفارس بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني سالم بن جابر بن فاران المري، يتواجد هذا الذهبي في هذا اليوم وفي هذا المساء. المركز الخامس الذيب لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلة علي بن سعيد الخاطري، هو المتابع، هو المراقب في عملية التضمير. ولكن أذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط، النداء للخمس المراكز الأولى، وأضع النقطة بعد السطر وأعود إلى مقدمة الشوط. الله مكلف، مكلف والشامي، الشامي ومكلف، 2 كيلومترات، 2 كيلومترات تفصل عن الذهب، تفصل عن الذهب، والاثنين الأقرب حتى هذه اللحظة لانتزاع هذا اللقب، لانتزاع هذا الشداد، الشداد الذهبي مشاهدينا الكرام في طريقه، في طريقه إلى ذلك الصندوق الممتلي بالذهب، إلى ذلك الصندوق المليء بالذهب. الله يا
الشامي، الشامي وهنالك مكلف، مكلف الشامي بشعار هجن الرئاسة مشاهدينا الكرام، ويتواجد عمالقة، عمالقة في الترمير، عمالقة في الإبداع، عمالقة في الإنجازات، عمالقة في الصولات والجولات، يتواجد الظافر ويتواجد المستحيل علي بن جميل الوهيبي، هو الظافر في هذا المساء والمستحيل راشد بسم المنصوري. المركز الثالث مشاهدينا الكرام، الفارس يقترب بالشعار العنابي، بالشعار الجميل، ينضم إلى المركز الثالث بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني سالم بن فاران المري في التضمير والمتابعة. المركز الرابع في هذه اللحظات ينضم ملهم مشاهدينا الكرام، ينضم في هذه اللحظات بشعار هجن الرئاسة، ويتواجد علي بن جميل الوهيبي، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، كيلو الذهب، كيلو الانتصارات، كيلو الشداد الذهبي، الله. وهذا الشعار سيطر مع المركز الأول، سيطر مع المركز الثاني، الله الله الله. مكلف يا مكلف، مكلف يا مكلف، اعتاد اعتاد بالتكليف بهذه الصولات وهذه الانطلاقات باللون الأحمر. والظافر علي بن جميل الوهيبي انطلق مشاهدينا الكرام مكلف بشعار هجن الرئاسة، بشعار الإنجازات، بشعار البطولات، بشعار الذهب، ذهب 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 ولا غير الذهب، ولا غير الذهب. الله، لا بد من التحية لهذا الشعار أولا. تهانينا مشاهدينا الكرام من هذه اللحظات، من هذه اللحظات. المنصة تبتسم، المنصة تبتسم بهذا القدوم، بهذا القدوم وخط النهاية. يقف حبا واحترام، فليقف الشداد، فليقف الشداد على قدميه ليحيي هذا، ليحيي هذا الشعار، ليحيي هذا البطل. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا إلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تهانينا على هذا الفوز، تهانينا للذهب، لمعانقة الذهب، هنيئا لك يا الشداد، سوف تتجه إلى الرئاسة. تهانينا للظافر علي بن جميل الوهيبي ثانيا. الفارس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ثالثا. وصل الشامي لهجن الرئاسة رابعا. طويق لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. وخامسا ملهم لهجن الرئاسة. إذن متابعينا الكرام في كل مكان، هكذا تواجد هذا الشعار كعادته في كل موسم، لابد أن يضع البصمة. واليوم بصم مشاهدينا الكرام مكلف بالعشرة بأن الذهب سوف يعانق ذلك الشعار. تهانينا مشاهدينا الكرام لهجن الرئاسة على هذا الفوز الذهبي حقيقة في هذا الإنجاز. تهانينا لعلي بن جميل الوهيبي. 12 دقيقة 54 ثانية والتوقيت الزمني على رمال 8 كيلومترات. احتل المركز الثاني الفارس. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على هذا الفوز. تهانينا لسالم بن فاران المري. 12 دقيقة 59 ثانية. تهانينا على هذا الفوز. بينما من احتل المركز الثالث وصل الشامي ثالثا مشاهدينا الكرام بشعار هجن الرئاسة. وتهانينا للمضمر راشد بالسم المنصوري. 13 دقيقة 3 ثواني 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم، وعلى من أرضية ميدان الوثبة، وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة